بارك الله فيه أن تعودوا إلى كتب العلامة إحسان إلهي الظهير، ذلك العالم الذي راح ضحية مكرهم، فإنه لما تخرج من الجامعة الإسلامية ثم أخذ يدعو إلى ربه على بصيرة، جعل هدفه أن يفضح هؤلاء بعقائدهم من كتبهم من غير ما زيادة حرف ولا نقصان، فكتب وصنف وبين ووضح رحمة الله عليه حتى ضجوا منه وساروا إليه ملتمسين أن يكف، فقال أكف شريطة أن تعلنوا توبتكم على الملأ وأن ترجعوا وأن تجمعوا كتبكم التي كتبتم ما كتبتم فيها، وكتب فيها أئمتكم ما كتبوا من الضلال والكفر من أجل أن تحرط ثم تكونوا معنا على أمر سواء، فلم يقبلوا، فماذا صنعوا به؟ جلس يوما يلقي درسا، فأرسلوا إليه مع طفل بمزهرية فيها بعض الورود وفيها قنبلة موقوتة، وحوله بعض أهل العلم من كبار أهل العلم، وجلس الرجل يلقي درسه ويوضح عقيدة المسلمين للمسلمين الغافلين الذين يشغلهم من سفاسف الأمور ما يشغله عن معالي الأعمال في الدنيا لا عن معالي الأحوال في الآخرة. جلس الرجل يوضح عقيدة المسلمين للمسلمين الغافلين، وجاءت المزهرية بيد الطفل فقبل يده، كما هي السنة في تقبيل الأطفال أن تقبل أيديهم، فقبله ومسح على رأسه ومضى الطفل، وانفجرت القنبلة في الرجل فأصيب بإصابات بالغات ومات من حوله من العلماء، وحمل إلى الرياض، فكان هنالك 3 أيام يعالج من بليغ جراحه حتى قضى، فحمل إلى البقيع فدفن في البقيع بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا رحمة الله عليه. اقرأوا كتبه، فإنه لم يدع عندهم شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أحصاها، وكتبه ميسورة مترجمة إلى العربية في طبعات معجبة أنيقة معجبة. فانظروا وتأملوا، فإن الذي يخشى عليه اليوم أن يكون هذا الانبهار مع ما يدفع إليه أولئك الذين هللوا قدما وسلفا للخميني في ثورته ثم انكشف عوارها عندهم، فكتبوا يكفرون ويحذرون منه، ولكن بعدما خربت مالطة كما يقولون، هم بأعيانهم اليوم، منهم كثير ما زالوا يقودون المظاهرات وما زالوا ينعقون في كل ساحة بكل ساحة من السوح، أن المنقذ قد أتى وأن قائد الأمة قد ظهر وأن المسيح الدجال قد أهل هلاله، فامتطوا الركاب وراءه يا عباد الله، إلى أين؟ إلى النار وبئس القرار. ولاء وبراء على أي شيء؟ لا شيء، لأنه لا منهج اعتقادي عندهم، وإنما هو الإسلام في شموله هكذا. وأما ولاء وبراء على مقتضى الاعتقاد، يحطون من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، يشتمون الله رب العالمين، يقولون بجواز النسيان عليه وبالبداء لديه وأنه يقضي الأمر ويقدره، ثم يبدو له على حسب العلم الحادث عنده فيمحو ما كان ثم يثبت ما علمه بعد، البداء في عقيدتهم. يشتمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
يجعلونه وليا كما يقول الغرابية منهم. علي والنبي أشبه ما يكون الغراب بالغراب، فلما نزل جبريل لم يدري كيف يميز بينهما، فأعطاها محمدا وأغفل عليا. ويقولون بأن القرآن الذي بين أيدينا أهل السنة إنما هو محرف مكذوب مصنوع، ثم هو منقوص نقص منه ما نقص مما هو زائد عندهم، ويشتمون الصحابة ويكفرونهم جملة إلا خمسة. وفي أصول اعتقاد أهل السنة أن من كفر واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كافر، فكيف بمن كفر جملة أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ويقعون في أعراض بيت النبوة بكلام قبيح لا يمكن لعبد صالح أن ينظر إليه مستمرا عليه فوق الدقيقة، حتى كأنما يشتعل في حدقتيه من نيران الأسى وددا ما يشتعل، فيا لزفرات الحزن. وكذلك يقعون في جميع المؤمنين من أهل السنة ويقولون بنجاسة أعيانهم، وأنك لو اغتسلت في الإقيانوس المحيط في البحر اللجد الهادر المحيط الذي ليس له قرار، وظللت تغتسل بالماء الطهور إلى يوم الدين ما طهرت من نجاستك، إذ نجاستك فيك ذاتية. على أي شيء نلتقي دعاة التقية؟